كل واحد جابو مولانا لهاد الدنيا الا وجب ليه معاه اختبار او ابتلاء، لانه البلاء هو طبيعه كونيه اللي خلقها مولانا مع الانسان منذ سيدنا ادم عليه السلام. كاع الانبياء والرسل اللي هما في الاصل معصومين ربي ابتلاهم، كاين اللي ربي ابتلاه بوليداته، كاين اللي ربي ابتلاه بوالديه، وكاين اللي ربي ابتلاه بالقوم ديالو، وكاين اللي ربي ابتلاه حتى بصحته. فتحت معكم هذا القوس غير باش نذكركم بشنو المعنى ديال الابتلاء عموما، وايضا باش نذكركم باللي انه أصعب الابتلاءات هي اللي كتجيك من والديك، لأنهم هم الأقرب ليك، حيتاش في الطبيعة هم اللي خصهم يكونوا تيفهموك ويعذروك ويواسيوك. في حلقتنا الليلة غادي تصدموا بشنو دوزت هاد العائلة الفاسدة على بنتها إلهام، وغادي تستفدوا من الدرس ديال هاد الحلقة كيف العادة. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. اذا كنتي جديد على قناتنا نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده الدار راه دارك. فقبل ما نبداو في حلقه الليله، راكم تكاسلتوا في انكم تشجعوني بالضغط على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، فما تنسونيش ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا القصه. غادي تبدا منين طلقوا والديا وانا عندي عام. كان عندي داك النوع ديال الاب اللي تيطلق المراه وتيطلق معها حتى الاولاد. انا الوحيده اللي كنت عندهم ديك الساعه. منين طلقوا هزتني الوالده ومشينا عند العائله ديالها باش اننا نعيشوا معها. مشينا للدار اللي كانت عايشه فيها جده اللي هي امها، وخالتي وولد خالي، وهاد ولد خالي واحد المعتدي قداشنا هو ان صح التعبير. وكانت كتجي العائله ديال امي كل مره، واحد العائله اللي كانت سحاره ومفسدين بمعنى الكلمه، ما تيصلحوش باش انه الانسان يعيش وسط منهم. المعاناه ديالي غادي تبدا وانا في عمري 5 سنين 6 سنين بحال هكاك، يعني كنت ما بيناتهم بحال شي جفاف اللي جا تيمسح فيك رجليه. ما كاينش شي واحد دير لك اعتبار، لانه انت بخلاصه القول ما عندكش داك باك اللي يقدر يحميك. تعرضت للتحرش والمحاولات اغتصاب، تعرضت للسب والشتم وحتى للضرب. اي تعذيب يقدر يطيح لكم على بالكم تعرضت ليه وانا مازال باقا صغيره. غادي نوصل لعشر سنين 11 عام، وبدات معاناه واحده اخرى مع الام ديالي، انها بغات تستافد منك بشتى الطرق، كتعذبك كتكرفسك وغير خايفه من جنابها، لانك تمشي تجيبي ليها شي كارثه اولا شي كرش، علما انني ما كنت ندير حتى شي حاجه، كنت غير خايفه غير من راسي. اي حاجه درتها كانت كتكويني عليها، بمعنى كانت كدير القطبان ولا الموس من فوق من البوطه وكتكويني في دراعي ولا في يدي. وهذا اثر التعذيب بقى فيا ليومنا هذا كتسمع فيكم. كان تحرش من طرف ولاد خوها. هاد الفتره بالضبط اللي داز عليا فيها هاد الشيء كله الام ما كانتش هنا. اذا وقعت شي حاجه حدا كتسول شكون دارها لك، ما تيهمهاش تعرف اشنو وقع كثر ما تيهمها شكون اللي دارها. المهم هي ما خاش يكون ولد خوها ولا خوها مورطين في هاد الشيء. كان ممنوع انني نقول ليها باللي انه راه واحد منهم، خاص تبقى الصوره ديالهم زوينه عند كل شيء. وصلت ل 12 عام ومعاك تبارك الله فخره، فبداو كيجيو فيا الخطاب، وهما كانوا تيقولوا بلي هذيك كتبقى غير وحده معفونه ومرخيه وما غاديش يليق بها الزواج او لان اتاسست حياتها. بقيت بحال هكا، مره كنت كنخرج بالليل كنطج وكنهرب، حيتاش كنت باغا غير انني نتنفس من داك المحيط اللي معيشاني فيه امي وعائلتها. الحمد لله كان اللطف ديال مولانا ديما معايا، عمرني ما درت شي حاجه اللي هي خايبه ولا شي حد قاسني ولا شافني ولا حتى قرب مني. واحد النهار كاع غتوصل بيا الدرجه انني غادي ندير محاوله انتحار. ضربت يدي كامله في المرحاض عزكم الله من المرفق حتى لعنقي بواحد الاله اللي كانت حاده. وتخيلوا معايا، يمكن ما تصدقونيش، ولكن بقوه الخوف اخر دقيقه تنادم معايا الحال، غادي نبقى كنمص داك الدم باش انه ما يطيحش في الارض ديال المرحاض عزكم الله ويشوفوني في دارنا وينوضوا ليا. جميع انواع التكرفيس دازوا على هاد العبده قدامكم. دخلت في مرحله المراهقه اللي بدات فيها الغيره والسم والحقد. من طرف شكون؟ اييه، من طرف ميمتي. علاش غلاضيتي؟ علاش لبستي؟ علاش هادي وهذه ما جاتكش؟ وكتجي حتى قدام الناس والجماعه وكتبدا كتفضح العيوب ديالي. غادي ندير 16 عام، وهنا فين اكتشفت الوجه ديالها الحقيقي. كتضربني على عيني حتى كتزرق وكتكحل ليا. فراسكم بلي انه حوايجي كانوا ممنوعين انهم يتحطوا مع حوايجهم عندنا في الدار، علما انني ما فيا لا مرض ولا عفن، علما ايضا انه من صغري كانت فيا قاعده انه حوايجي الداخلين عزكم الله ما كنكملش بهم نهار كامل. مثلا لبست واحد اللبسه دوست بها الصباح ما نباتش بها، ضروري خصها تبدل. كنت كنصبنهم بوحدي وفي الفراكه. واحد النهار كنت نيت كنصبنهم وما عقلتش على الحوار اللي داز ما بيني وما بين امي، تزيدنا في الكلام. قسما بالله اذا ما عرفتش منين جاتني ديك الضربه في عيني، حدي قلت الضو طفى ليا
وليت كنقول شكون طفى هاد الضو حرفيا، وليت كنشوف كل شيء كحل ومتحت عيني كلها زرقاء. وجهي ولا حالته بقى كنعقل فاش كنا خرجنا غاديين عند خالتي لدارها، مرت ولد خالتي سولتني شنو وقع لك الهام، قلت لها راه كنت كنلعب انا وخويا وجات فيا الضربه. بكل وقاحه قالت لها امي لا راه انا اللي سلختها، كانت كطيح مني لاقصى درجه وما كيهمهاش المشاعر ديالي ولا شنو كنحس. عندها واحد اختها ديما كنت نعقل عليها، كانت تخيلوا معايا كتشقلب في النوامر ديال التليفون وكتصوني، واللي تشدات ليها كتمشي معاها في الخط، وكاين اللي كيطلب منه كاع التعبئه. بقى كنعقل على واحد النهار كان الشيفور ديال كاميو اللي طاحت فيه، كان فين ما جاب شي فاياج معاه كانت تعيط ليها، وكانت كتخرج عنده وكانت يجيب ليها الخضره والدلاح. والخطر في هادشي كله انه كانت انا كتزيدني باش انني نتلاقى مع هادوك الضحايا اللي كانت كدوي معاهم، يعني من انني ولله الحمد واخا وسط واحد المحيط اللي هو فاسد من ساسو لراسو كنت عارفه الحلال وعارفه حتى الحرام. يا ما جردتني ماما من حوايجي ودخلتني للدوش عزكم الله وكبت عليا الماء بارد وضربتني، في نظركم علاش؟ لانه بقيت مستمره انني كنبلل حوايجي بالليل حتى وانا دايره 10 سنين 11 سنه، وهادشي كله بسببهم. ناهيك على اول مره بقى كنتذكر فيها انه نهار غادي تجيني الدوره الشهريه ديالي، غادي نمشي عند خالتي فرحانه هزه حوايجي في يدي وكنقولها شوفي ما عرفتش شنو هادشي، غادي تفلي على وجهها عزكم الله وغادي تقول لي حيدي عليا عزبلك عزكم الله. ما كاينش اللي مبهني، ما كاينش اللي يقول لك شنو داك الشيء وشنو خصك ديري، ما كاين غير القمع وسط القمع. غادي نحبس القرايه في الدوره الاولى في السابعه حيتاش ما كايناش المراقبه، وما كاينش اللي يقول لك شنو درتي ولا شنو قريتي، تقاتلي راسك شوفي شكون يعاونك، هذاك الشيء كله تيبقى ديالك انت. شحال تمنيت انني نكون طبيبه، انني نكون بوليسيه، بزاف ديال الاحلام حيتاش راسي كان خفيف، ولكن ما لقيتش اللي يعطيني هذه الفرصه. فوق من هادشي كله يا ما عانيت من التنمر بزاف، كيبقاو كيتبعوني التلامذ والبنات والدراري في المدرسه ويبقاو يقولوا لي يا البقره الهولنديه، مع كنت غليظه واحد شويه، علما انني كنت من النوع اللي ما تيضربش وما تيعرفش انه حتى يدافع على راسه. ما كانتش اجواء مناسبه للدراسه لا من دارنا ولا حتى في المدرسه. المهم في هاد السن بالضبط نتاع 16 سنه هي فاش غادي يطلبني الزواج واحد السيد اللي كان كبر مني ب 15 عام. بلا ما نتردد قبلت، لانه كنلقى راسي عايشه مع انسانه اللي هي نرجسيه، كتاخذ من عندي وكتعطي لبراني، ما كتبغيش ليا الخير وما كتحنش عليا. ايوا وهنا بالنسبه ليا فين غادي تبدا المعاناه من نوع اخر. اول وحده غادي تزوج ما بين العائله كلها وبنات الخوالات هي انا. فاش تزوجت الام ديالي وما قال لها راسها بما انها نرجسيه وبما تحمله الكلمه معنى، فبداو كيطيحوا عليها افكار شيطانيه في راسها. كيف قلت لكم بعد ما طلقات من بابا وانا صغيره كانت تزوجت بواحد الراجل اللي هو وراجلي ولاد العمام ولدات معاه وليدات. المهم انا ذاك بدات كتخرج شي هضره اللي كانت كتقول كو كان نتصاحب مع نسي بحلال كون انا غادي نتصاحب معاه، ولا كتقول ليه شي كلمات وهو كذلك ومثال كيبادلهم معاها وكيتماسحوا مع بعضياتهم بطريقه اللي هي كتحشم، ولا كيضربها في جنابها عزكم الله وهي كتعيط ليه غير بالزين. وانا ديك الساعه وسط منهم بحال شي هبيله غير حاله فمي، كيبقى فيا الحال. وفي الاخير باش نقنع راسي تنقول لا راه بحال مو، يعني راه ما كاينش مشكل. فبقينا مستمرين بهذه الطريقه واحد عام ونص، كيهضروا كيتفقوا عليا وكيتعايطوا ماما وراجلي. فاش انا بديت كنعيق بديت كنقول بلي انه خاص يكون شي شويه ديال الاحترام ما بينكم ما بين مي الا راجلي، فهي بدات كتخاصم معاه وكتقول لي راه هو اللي كيعيط ليا، وراه قال لي واحد صاحبه راه طلق وواحد صاحبه دار، راه حتى هو واقيلا يمكن باغي يدير بحاله. انا بديت نخلق معاه المشاكل، علاش قلتي لامي وانت ناوي تطلق مني وانت ناوي هادي وهادي وهادي؟ تيقول لي انا اصلا ما تزوجتش ليها وما كنهضرش معاها، هي كان الهدف ديالها انها تخلق ما بيني وما بينه الفتنه. لكن بيت القصيد في قصتي كلها هو السحر والشعوذه اللي قهروني بها وهلكوني بها في صحتي، لدرجه انه ما بقيتش قادره نعيش حياتي عاديه. غادي نولد بنتي الاولى فاش كانت عندي 17 سنه. سمعوا هادي، وانا في السبيطار جات عندي خالتي وماما غادي يهزوا لي اللبسات ديالي ديال الولادات ديالي اللي تيقولوا عليها اللباس ديال البكره، وهذا الشيء معروف في السحر والشعوذه. هزوا لي سروالي اللي كان عامر بكل شيء عزكم الله، داو على اساس انهم يصبنوهم، وحيتاش كيبقاو عائلتي تقت فيهم عادي راه امي وخالتي. المهم داوهم، بقيت كنتسنى الشهر الاول دابا يجيبوهم، الشهر الثاني، الشهر الثالث، 10 سنين ليومنا هذا عمرني ما شفت هذوك الحوايج. اش داروا فيهم الله اعلم.
ولكن واحد النهار وانا سرقت السمع، الله يسمح ليا، لقيتهم تيقولوا بلي انه هذاك الشيء دارته خالتي، واحد خالتي اللي ما عمرها ما تزوجات ليومنا هذا. هاد خالتي اللي دارت لي الدين والرجيم باش تزوج، قالوا ليها لبسي حوايج الارمله، لبساتهم، قالوا ليها على الحوايج نتاع البكر نتاع شي مره اللي اول مره ولدات هي فاش خدات حوايجي، ولكن والو، هاد الشيء كله غير باش تزوج. في المره الثانيه فاش غادي نولد السروال ديالي باش غادي ننفس به، حتى هو غبر وما كاينش ليه الاثار. المهم هما بقاو مستمرين على هاد الحاله، وكل مره حوايجي كانوا كيغبروا في الدار. تزادت عندي البنت الثالثه، وواحد النهار غادي ترى مشكل ما بيني وما بين الوالده. راجلي كان كل مره تيسافر، هما بقاو عليا بلي هادشي اللي هو تيدير فيه راه ما هوش، وباينه بلي انه مورا هادشي كيدير شي حاجه مورا ظهرك، راكم عارفين الخيانه ولا الفساد، المهم شي حاجه من هاد القبيل. حيت هاد السفر نتاع كل سيمانه ما كيدخلش للعقل، شي حاجه كاينه تما. نتوما شفت واحد السيده في تيك توك اللي هي شوافه، وصيفطت ليها سميتو التصويره ديالو من انستغرام، وقالت لهم صيفطوا لي 200 درهم باش نهز لهاد السيد الخط. صيفطوا ليها والاوديوهات ديالها كاملهم سمعوهم ليا، قالت لهم ها شنو كاين وها شنو كاين. السيد راه داير مورا ظهر مرتو وحده اخرى، وشاد عليها طريق طويله، وفين ما ينوض لمرتو تيقول ليها نطلقك. جات عندي امي وسمعتني دوك الاوديوهات، وقالت لي شوفي راه حنا دوينا معاها وخاصني دابا 80، يعني بيعي السنيسلات ديالك والخاتم ديالك على راسك. قلت لها لا ما يمكنش انني نبيعهم، راه هو اللي جابهم ليا كادو، ما يمكنش نبيعهم باش انني نوض ناديه. قالت لي لا، راه قالت لهم غادي نعطيكم شي حاجه ديرها ليه مرتو في العصير، وشي حاجه واحده اخرى في الوساده ديالو. انا رفضت وقلت لامي بلي ما نقدرش ندير معاه هذا اللعب، اولا حيت هو دغيا تيعيق وكيف تنقولوا تيقراها في السماء، ثاني حاجه ما يعطينيش خاطري انني نوض ناديه ولو غير بالمحبه. انا رفضت تماما، واخا قنعتني ولو انني ندير لي غير القبول وصف، ولكن رفض معاش لا هضور اللي كنت نسمع. خصوصا انت ماشي امراه اللي ما ديرش البيضه لراجلك، وهاد البيضه مؤخرا هي واحد الوسيله اللي ولاو كيستعملوها المشعوذين، ولا داعي لذكر التفاصيل الغير المفيده واللي ما غتزيدنا حتى حاجه في القاموس ديال المعلومات ديالنا. المهم من مورا ديك الفتره غادي ندوي ليه وغادي نخاصم عليه. جا الضر وقلت ليه غادي تحيد الفيسبوك ديالك والانستغرام ديالك، ولا تحيد منهم تصاورك، حيت اش شنو كاين وها شنو كاين وها شنو دارت امي. انا بطبيعه الحال سبقت مشيت فضحتها، لانه هي في جميع الاحوال غادي تمشي تقولها ليه وغادي تنسب ليا كل شيء، فسبقت وقلتها. المهم انا فاش ما مشيتش معاها في الخط مور هاد المده بالضبط، قسما بالله اذا وليت كنعيش في الجحيم نتاع بصح 4 ديال المرات، وانا تنحمل وتيطيح ليا. وفاش كنحمل كنت كنحلم باللي انه عيالات واقفين عليا في الصفه نتاع ماما وجده، حيت جده بوحدها حتى هي كانت اسطوره في السحر وفي هذا الشيء كله نتاع المس. كنت نحلم بهم باللي انهم تيشربوني في الدم، اولا كنحلم بهم باللي انهم مديني للمقبره ولا واقفين عليا ولا عندي في الدار. غابت عليا الضحكه وما بقيتش مرتاحه، والمشكل انه لا انا ولا راجلي كنا معاها كيف السمن والعسل، ولكن ما عرفاش كيفاش كسبنا. وصلت لواحد المرحله مستحيل انني نصالح امي، واذا صالحتها غادي يخصني انني نفارق هذا السيد، وهذا السيد مستحيل بالنسبه ليا انني نفارقه، حيتاش بحال شي اب اللي تبنى شي وليد وكبروا معاه. ديك المعاناه كامله اللي عشت معاهم في الصغر نتاع التعذيب والحقره والظلم، وكانوا ديما كيقولوا بلي انا شي نهار غادي نجيب لهم شي كرش تصدموا فيا. صدقت الحمد لله انا الوحيده اللي سهل عليا الله وما خرجت فيا حتى شي حاجه خايبه ولا شي حاجه ديال العيب. من بعد ما قالوا بلي انا عمرني ما غادي نطول في الزواج، انا اليوم الحمد لله 10 سنين باش مزوجه، وكاع دوك اللي قيلوا كيشكروهم طلعوا هما اللي كلهم عيب. كنت باغا نشد طريق الله، كنت كان نترافق مع البنات اللي كيتفقهوا في الدين ومنقبات، ولكن كانوا ديما تيضحكوا عليا وكيتنمروا عليا في قوه الايمان معقده مال كيدايره بحال الارهابيه اولا بحال النينجا. جا هاد السيد بحال النور وسط الظلام، شدني بحال شي بيبي صغير وكبرني من بعد ما كنت غاده في الطريق نتاع ماما اللي كانت غير في الكذوب، وكتقول لي ما تصليش، وقولي ليه راكي صليتي، اذا تعطلتي على الصلاه كتقول لي ماشي مشكل قولي ليه صليت. هو علمني كل شيء، يعني بزاف ديال الحوايج كانت ماما كتحرضني عليهم غير نتاع الشر والفساد. ديري العكوزتك وناسك القبول باش يديروا لك كذا وكذا وكذا. يعني دوزت معاناه في الطفوله اللي كانت قاسيه بزاف، ناهيك على الاب اللي عمرو ما سول فيا ولا حتى هز التليفون وقال بنتي شنو طاري ليها ولا شنو واقع ليها. انا راجلي اليوم تيقول لي بغيت غير نفهم علاش باك خلاك، علاش ما تيسولش فيك اليوم ولا تيفكر بلي انا عنده بنت،
ولكن تحت ما عرف السر اللي كاين مورا هذا الشيء. تخيل واحد النهار وصلت بهم الوقاحة وأنا حاملة بنتي الثانية في 4 شهور ديالها، كانت كتجيني الزحمة، كانت عندي معاناة. غادي تمشي خالتي عند واحد الفقيه وجابت لي قرعة ديال الماء وورقة بيضة وفيها بحال الجداول، وكانت ديك الورقة متنية صغيرة، ولكن من كتحليها كتقولي كيفاش هي ولات، كيفاش قدرت تولي صغيرة. كتبقي كتسولي كيفاش تستنات بديك الطريقة. قالت هي هانتي حاولي تقراي شوية ديال القرآن، وهاد الماء غسلي به، وهاد الخيط حزمي به الجهة ديال كرشك، وهادي ديري بها وهادي ديري ليها. انا داكشي شديته وقلت لهم واخا ان شاء الله، مشيت قلتها ليه. لراجلي مشى لحوف واحد الجردة وديك الورقة قطعها، ولكن انا ما مرتاحاش. من ذاك النهار يوميا تنشوف وتنحلم بالحيوانات وتنحلم بعيالات عندي في الدار تيديروا طقوس شيطانيه وديال السحر، وهذا الشيء كامل تخيلوا معايا كنحلم به بشكل يومي ومستمر. حتى وليت كنكره الليل فاش كيوصل غير باش ما انني ما نوضش نحلم، حيت وليت كنشوف راسي وسط داك القوم والعياذ بالله، وبحيلة انا منهم، زوجه منهم ووالده منهم. ناهيك على المشاكل اللي توقعوا ليا مع الناس اللي ما باغينش ليا الخير وانا مصرفه فيهم غير الخير. بحال مثلا واحد صاحبتي كانت عندي معها واحد العشرة نتاع 8 سنين كنت حطاها في وسط عيني، في الاخير خرجت فيا طول وعرض وما عقلاتش عليا. هادشي حتى هو قهرني، لكن النقطه اللي خلات امي اللي هي اساس هاد القصه باش انها تغير، باش انها تغير مني وتبغي انها تفرقني على راجلي باي وسيله، حيتاش انا مزوجه من ولد عم راجلها، وراجلها ما معيشهمش مزيان ومكرفس عليهم. هي كتقول كيفاش هاد ولد عمو قريب ليه ومسك عليه الله اللي هو راجلي، وكيفاش معيش بنتي بحال هكا زعما مرتاحه ماديا وانا ولد عمو غير مكرفس عليا. ولكن هذه قسمه ديال مولانا، ربي عارف شنو دازت وداكشي باش رزقني مولانا بهذا الراجل اللي في الاول صراحه دوزها عليا، ولكن كنت متاكده بلي انه غير بالسحر والشعوذه. انا اصريت انه قصتي تحط في العاجل لانه كان عايش ما بين زوج اللي تعرض للظلم والشعوذه من طرف امي، وما بين ام اللي كتقول لك انا عمرني ما اذيتك وما غاديش نستسلم حتى نشوفوا شكون غادي يجي عند الاخر. واش الام عند بنتها ولا البنت عند الام ديالها؟ هذه هي فكرتها. كتقير كتقول لي انا مفرشك ومغطيك بالسخط. اللي قهرني تنقول واش انا بصح مسخوطه فوق من هذا الشيء؟ حياتي ما بقاتش طبيعيه بقوه الشك اللي دخلت لي امي لدماغي. امي اللي كانت كتشدني وكتحطني قدامها وكتبدا كتنفخ فيا بحال شي بالونه، ايوا بقي بحال هكا حتى يجيب عليك شي وحده وسير توقضي. حتى وصلت للمرحله اللي فيها عييت، كتشدني واحد الخنقه ما كنعرفش كيفاش نبردها. انا اليوم ماشي غير امي اللي قطعتني، لا لا خالك لا خال لا حتى شي حد، حتى حد ما بقى تيعرفني، علما انه المشكل ما عندي مع حتى شي حد فيهم من غير مع امي. نتوما مالكم؟ دوزت 10 سنين غير في المشاكل حتى لهاد عام ونص فاش قطعني كل شيء، لدرجه انه بنتي مرضات وحتى شي حد ما قدر انه يهز التليفون ويسول فيها. درت الاجهاض حتى شي حد ما سول فيا، اعياد كالقديمه راسي بوحدي. انا بغيت عفاكم اللي سمع قصتي انه يرشدني، ولكن قبل ما ترشدوني العبره من قصتي هي كالتالي. الرساله ديالي بغيت نوجهها للاب وصل لك يطلق. كنتمنى ان اي اب فارق مع الزوج ديالو ما يطلقش دوك الاولاد معاها، لانه والله العظيم في الدنيا اي علاقه ما بين جوج ديال الناس تمرات او لا كان فيها مشاكل او لا اي حاجه هكا، راه والله العظيم الى الضحايا الوحيدين هما دوك الاولاد. راه كيكبروا بواحد العقد نفسيه، لا اله الا الله، واحد العقد نفسيه خطيره 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 بزاف، واللي ما تغلبش عليها وما قدروش ربي انه يتغلب عليها راه كيطيح في مشاكل عظمى. وانا شخصيا لو انني ما تغلبتش عليها والله القسم الا كانت طريق لفساد ديال طريق، يعني هي اللي كنت غنمشي ليها، لانه ترافقت مع شي بنات. ولكن الحمد لله انا من صغري وانا كيبان ليا فاش تكون شي وحده مع واحد ولا هذا كتجيني بشكل، الحمد لله اللي ما شديتش ديك الطريق. كنت باغا نخرج نخدم، كنت باغا نهرب، لانه واحد الجحيم راه لا يطاق وحق الله العظيم. علاش قلت لك جحيم؟ لان المراه فاش تطلق تولي بالا ديك البنت ولا ديك الولد هما السبب، وهذا الشيء اللي عشت انا شخصيا. انا عندي عام يعني باقا ما عارفه والو، ما كندير لي لا مشاكل لا حتى شي حاجه، وكتحسي بها كتعاقبك وكانك يدن في حياتها ماشي بنتها. يعني كنتمنى من الاباء من اللي طلقوا يديروا بحساب دوك الاولاد، ما يبينوش ليهم المشاكل ديالهم، ما يبينوهاش ليهم، ما يبينوش ليهم انهم هما السبب، فهمتي؟ يعني ما يبينوش لهم انه مثلا انت يا بنتي ولا ولدي راه انت السبب باش طلقت. لا، مشاكلكم حلوها بيناتكم، ما تدخلوش الولاد بيناتكم. اكبر ضحيه في الطلاق هما الولاد، خصوصا الاب اللي كيطلق المراه والولاد، راه كارثه عظمى.
ما مستعدينش انكم تربيوهم، ما مستعدينش انكم تخدموا عليهم، ما تولدوهمش ما تولدوهمش. انا عانيت من هذه القضيه هذه، ديال انها كتبقى تقول لك وانا خدمت عليك وانا درت لك وانا كنت كنجيب لك، راه ماشي هضره هذه، ماشي هضره. انا دابا ام، وجربت بمجرد ما انك كتفكري انك تولدي الا وكتنساي شي حاجه سميتها المن، شي حاجه سميتها درت لك، لا انا رجعي دابا في الله انني نكبرهم ونشوفهم في المراتب اللي بغيتهم يوصلوا ليها، ونشوفهم في دارهم سالينه صافي. ما غاديش نبقى نقول لهم خدمت عليكم درت لكم رجعوا لي، لا، هذاك الشيء كنديرو كنخليهم بحال الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيجازينا وهو اللي غادي يكافئنا في الاخره ان شاء الله. الام الاب الله يرحم الوالدين، ديوها في الصحه النفسيه ديال وليداتكم، راه قد ما مرضت النفس ديال الوليدات قد ما كيكبروا بعقد خايبه عن نفسي. والله العظيم قد ما بغيت نتجاوز هذا الامر ما كنقدرش، كنتفكر داك العنف، كنتفكر داك الحقره، كنتفكر اي واحد اللي من العائله اللي من الجيران اللي جا كيدير فيك ما بغى. علاش؟ حيت الاب ديالي ما كاينش. علاش؟ حيت الاب طلق الام وطلقني معها، حاليا دابا 26 عام، اقسم لك بالله العلي العظيم ورب الكعبه، انا ما عمرو ما هز التليفون وسول، ما عمرو ما عمرو كنقول لك 26 عام كامله ما عمرو ما هز التليفون وقال بنتي اش اخبارك نهائيا. هادشي اللي كنتمنى انايا من الاباء يديروا حسابو. هذه هي الرساله ديالي، ان ملي تطلق المراه ما تطلقش معها الولاد، وانتي يا الام ملي تطلقي ما تبرديش داك الشيء اللي طرا بينك وبين راجلك في ولادك، يعني ما تبرديش داك الحصب ديالك فيهم. راه والله العظيم ما عندناش يدم في هادشي اللي كيطرا ليكم. انا دابا في عمري 26 عام وكنحس براسي باقا طفله، كنقول اش ذنبي ما بيني وبين امي تداروا لي بحال هكا، اش ذنبي؟ انت يا ماما طلقتي، انت يا بابا طلقتي، انا اشنو ذنبي؟ يعني هو ما حملني 26 عام ما سولش، هي عيشتني في نكد وزادت كملت فاش كبرت، عيشتني في نكد كثر من فاش تزوجت وكبرت. راه عايشوا هي النفسية ديال وليداتكم اللي طلقوا. هذه الرسالة ديالي اختي ورسالتي لأي بنت طاحت في هذا الموقع اللي طاحت فيه انا، تصبر وتخدم على راسها وتقرا، تكافح باش انها تقرا، لانه انا الغلط الوحيد هو انا اللي ما قريتش، لانه ما لقيتش اللي يساعدني. تقرا وتخدم على راسها وتوصل لداكشي اللي بغات، ما تقولش الظروف ما مساعدانيش ولا، لانه اختي لا طحتي في هذا الموقف لا طحت فيه انا، راه ما كاينش اللي غيعاونك من غير الله سبحانه وتعالى وراسك. يعني تقاومي، حيت انا واحد اللحظه حسيت بضعف وكنت باغا نهرب من الدار وكنت باغا ندير شي حوايج اللي خايبه. يعني انت اختي الا طحتي في هذا الموقف كابري وصبري وقولي غنوصل ان شاء الله، وخدمي على راسك، لانه انا استسلمت بكل صراحه، استسلمت صافي. شفت راسي عايشه في واحد المستنقع اللي ما غاديش نقدر نطلع منه شي نهار، صافي استسلمت في الاخر، قلت هذا هو المصير ديالي صافي. اما كون زعما بهذا العقل اللي عندي دابا في ديك الوقيته، كنت غادي نقرا وكنت غادي نكافح وكنت غادي ندير كي تنقولوا ودن كتسمع ودن صمكه، نكمل في داكشي اللي باغا. كنت هما ويا كالصحابات، والله اختي الصحبه ما بقات، راه كاين غير الغدارات وكاين اللي غير صحاب مصلحتهم، ويا كنت هما ويا كتقولي هذا صديقي في العمل ولا هذا صديقي في المدرسه ولا، نهائيا، لان داكشي ما بقاش ولو غير الذئاب البشري. الله ييسر الجميع يا ربي، والله يفرح اي وحده، والله يكون مع اي وحده طاحت في هذا الموقف هذا. هذه هي حكايتي، وهذه هي حكاية إلهام يا سادة يا كرام. أول رسالة غادي نوجهها لإلهام هي أنه ربي عطى لك واحد السبب باش أنه يفرقك على عائلتك. إذا أنت كتشكي من عائلتك لأنها ظالمة وكتآديك وقهرك بالسحر، شنو بغى بالعلاقة ديالهم؟ الأم ديالك أكيد هي واجبة عليك كيف ما بغى تكون، وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني الأم ديالك حتى لما بغات تجي عندك، حتى لما بغات تهضر معاك، دبر راسها. أنت مرة غادي ديري الشريعة ديالك مع مولانا اللي حطها لينا، وهي أنك مرة كتسولي فيها، جاوبتك ما جاوبتكش هذاك الشيء كيبقى سوقها. دعي معها دائما ما بينك وبين راسك باش أنه ربي يهديها، لأنه حتى شي حد ما كيقدر يبدل والديه، وحتى شي حد ما كيختار والديه، وحتى شي حد ما كيقدر يغير الشخص الآخر إذا هو ما تغيرش. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحاجة الثانية ولا الثالثة ما بقيتش عاقلة صراحة، ولكن ما تنسيش أنك تحسني راسك، ما تنسيش أنك كل مرة
تلقي سورة البقرة في الدار وتقرايها كل نهار، وغادي تغلبي على داكشي كله بالذكر ديال مولانا. غادي تحافظي على راسك وتحافظي على دارك وعلى وليداتك. ترخاي، ديري شي هوايات كيعجبوك، ديري شي حاجه فاش ترخاي، نساي هذوك الناس، دوزوا عليك العذاب، دوزوا عليك الالم، شنو مازال كتقلبي عليهم؟ نفوس منهم كاملهم كتهمك امك، امك انسانه ظالمه الله يهديها. هذا لا يعني انك تفرقيها، غادي تخلي التواصل، ما بغاتش تشوفك دبراتها. المهم انتيا مره مره سولي فيها، وديها في عائلتك وديها في بنياتك، حيت باقيين مازال محتاجينك. ورقي راسك ضروري ومؤكد. هذا هو كان رايي والله اعلم. نشوف المتابعين شنو غادي يقولوا لك. ان شاء الله يكون خير، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب اذا تعجبكم هذا المحتوى باش انه يعم ويستافدوا منه ناس واحد اخرين. نتلاقاو بعد غدا ربما ان شاء الله. سلام سلام.